أخبار اليوم. إن شاء الله مهرجان القاهرة السينمائي هيعتبر بداية جديدة. طبعا مش هننسى النجاحات اللي فاتت ولا المهرجانات اللي فاتت أو الدورات اللي فاتت. هنقول دورة 36 هي بداية لمصر جديدة، بداية لسينما جديدة، دورة أنا سعيد بيها ومتفائل بيها جدا. على رأسها قامة كبيرة وعظيمة زي الأستاذ سمير فريد، وهو قامة فنية كبيرة في مصر وفي العالم العربي. كمان سعيد جدا باختيار يسرى رئيسة لجنة التحكيم، ده اختيار مشرف جدا وله معاني كتيرة جدا، والأول مرة فنانة مصرية ترأس لجنة التحكيم، ده حدث أنا أعتقد إنه حاجة بجد يعني شيء مبشر يعني، إن شاء الله هتبقى دورة عظيمة. طبعا حبيبة قلبنا كلنا نادية لطفي. العيون الساحرة. العيون شدانا على الانفيتيشنز والبوسترز اللي كلها. بصي هقول لك على حاجة، الخلاصة إن تكريم نادية لطفي هو تكريم للمهرجان. يعني نادية لطفي فنانة عظيمة وإنسان أعظم. حاجة جميلة جدا ومتعبة في مصر، ربنا يديها الصحة وطول العمر ويخليها لينا، لأنها فعلا إنسانة عظيمة مصرية بجد، وطنية بجد، تعمل خير بجد، تستاهل أكتر من كده بكتير. بقول إن فعلا فرحتنا بيها النهارده ما تتوصفش.